بس ما ينفعش ان احنا بنتكلم على الجمهور والاهلي والكلام ده ما نروحش معاك في حته معينه عامله نوش بقى لها فتره واخد بالك انت الزمالكاوي اللي, اللي طبعا بيعشق نادي الزمالك اللي جه الاهلي غصب واقتدار صغر ايوه راح اعتذر لشيكابالا واعتذر لشكابالا واعتذر جاب جول واحتفل 12 احتفال وقدم قربان قدام نادي الزمالك يعني عامل كل حاجه امام عاشور طبعا صفقة من الصفقات اللي عملت ضجة في الكورة زي ما كنت بتكلم معاك من شوية لما قلت لك في الأول خالص صفقات زي رضا عبد العال حسام حسن الكلام ده دي صفقات فعلا بتعمل ضجة أنت لعيب منتمي جدا لنادي ونجم وليه اسمه فجأة هوب أنت بتلاقيه الناحية التانية فالصفقات دي فعلا بترن في الكورة بس في شوية أبعاد لازم نتكلم عليها في صفقة إمام عاشور الأول خليني أسألك أنت رأيك أنت كعمر لما ابتديت تسمع إن إمام عاشور جاي الأهلي هل أنت من الناس اللي كانت مؤيدة ولا معارضة؟ كنت من الناس المؤيده جدا كنت من الناس المؤيده جدا من اول لحظه طيب إن انا كمان موضوع امام آه لصدفه ما كنت م. عارفه من بعد ما طلع من نادي الزمالك باسبوعين <applause> اوكي <تصفيق> كان عندك كواليس <applause> اه وخلي بالك <applause> مش يعني مش قصدي حاجه بس انا من اول الناس اللي لقحت على الحوار ده بس عمر ازاي انا احت من بعيد ما قلتش حاجه انا هجيب لك بوست قبل ما امام يجي بست شهور وانا منزله كده كاتب ابننا امام عاشور في مثل الدنمارك ازاي عمر ده كان امام رجع من مثل الدنمارك يكلم الكابتن ميدو وكان نفسه يرجع الزمالك معلش معلش نفس الاعتذار اللي راح اعتذر ولشي وراح لو راح جاب بعدي جول على نفس المكالمه نفس الاعتذار في في ترند تلعب على تيك توك كده يعني بدون ذكر أسباب بجد بدون ذكر أسباب واحد طلع قال لك واحد زملكاوي ساعه ان في عز الموضوع ده قال لك يا جماعه انا كلمت أمور مشهور <متحدث> وبعدين عملت ايه؟ قال لك الاول عشان ما يقفلش في وشي قلت له يا كابتن الف سلام عليك والاصابه وعامل ايه وبتاع قلت له يا كابتن انا زملكاوي بحبك انت ممكن تروح الاهلي قال لي لا طبعا وقفل السكه <applause> 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 في نفس الفكره كده لا طبعا لا طبعا وقفل الاهلي ايه يا جدع تي تي تي, <تصفيق> تي <تصفيق> شربتها يا طيب انا ما كنتش نفس موقفك وما كنتش معارض لا وثواني بس لان انا ما كنتش معارض الفكره برضو اللي بتتقال ان الناس بتقول لك لا وامام عاشور وشتمنا ومش عارف ايه انا كان عندي وجهه نظر والكلام ده برضو موجود في فيديو عندي على الشانل من قبل ما امام يتعاقد مع الاهلي رسمي او قبل ما الاهلي يعلن رسمي ان امام عاشور لاعب في الاهلي قلت انا عندي وجهه نظر ان العيد ده وهو مش محسوب عليا طلع اعتذر لي العيد ده لما غلط فيا كان عيل صغير ناشئ بيلعب مع ناشئين مش عيل صغير معناها حاجه وحشه يعني بس سنه ان هو صغير مش مدرك قوي او افعاله ما اقدرش احاسبه عليها بنسبه 100% اه اكيد ان انا ساعتها اتضايقت منه وكنت عايزه يتوقف وكل حاجه وانا كنت مع الموقف ده 100% لان ده الطبيعي بس العيد ده طلع مره واثنين وثلاثه يعتذر والناس اللي بتطلع تسف تقول لك يعني لما اعتذر طلع اعتذر في برنامج مقالب بتاع رامز لا هو طلع مع ميدو الزمالكاوي وقال انا بعتذر واسف وبعتذر كمان عيد سنه كمان حسام الناس بتنسى انت م. لعبت ماتشين او ثلاثه زمالك بعد موضوع امام الشتيمه وبعد ما خناقه وليد سليمان حصل وامام اخ لعب ماتشين قدام الاهلي كان قمه الادب وعمال بيعتذر ولو في خناقه بيصحي م. وحتى الناس كلها وكان لسه امام في الزمالك قالت امام واضح انه احترم نفسه واتلم واتعدى ودي حاجه كويسه من حاجة حاجة. الواحد يتمنى يشوفها في كل اللعيبه بص ما فيش حد فينا ما بيغلطش بص يعني احنا مش ملايين مفاجاه امام, إمام كانت قويه جدا ممكن نقول ان دي من الصفقات اللي اول مره يبقى جمهور الاهلي نفسه مش متوقع ده هيئة. يعني احنا احنا كجمهور مش متوقع انت مش مصدقها يعني انا ممكن احنا ساعات لما بنقعد نهزر حتى نقول فتوح هيجي مش عارف زيزو هيجي الكلام ده بس هنقول امام حدش حد هيقول يقول امام يعني ايوه فأيه. ده زملكاوي فعلا يعني بص <applause> اللي اللي فات مال. <applause> ماليش دعوه بالقديم هو تقعد لا انا بتكلم ساعتها ساعتها لما انت تفكر اه طبعا ده زملكاوي جدا ده مش هيجي اه ده زملكاوي و... وفي وقت ما امام فعلا ما كانش لايق علينا م. لكن امام في اواخر وقته مع الزمالك وابتدى خصوصا بعد خناقه وليد سليمان وابتدى بقى ياخد باله من تصرفاته في الملعب وابتدى يهدى وابتدى يعتذر وابتدى ف... الموضوع تقبله غير لما انت تبقى لعيب عندي في الفرقه وتعمل مشكله اه مش تقبلها منك مم. انت خلاص معايا لكن انت لسه وكنت بتلعب يعني كنت فيرست تيم اوبس كنت نازل تلعب مع فرقه ناشئين الموضوع مختلف ماشي اه طبعا الفكره ان هو ش... شتم اه حاجه كبيره ومحدش بيقبل هنا مم. بس برضو هي مش مش عركة في خماره احنا ما مش واقفين لبعض بنذبح بعض خلاص واعتذرت زي ما انت قلت وانت مسلسل العتاوي اه بالظبط اعتذرت وانت في نادي الزمالك نفسه واعتذرت بعد ما مشيت من الزمالك وانت في برنامج رامز وخلاص قدمت كذا حاجه اثبتت ان انت ايه خلاص انا غلطت غلطه انا مش هنبحك انا مش طول حياتك موصوم طيب نتكلم بقى على الفئه المعارضه من جمهور الاهلي احنا بنتكلم من اول البودكاست على الجمهور دور الجمهور اهميه الجمهور النهارده في وجهه نظر بتتقال بعيدا عن انها طالعه من كوكب البليله بس انا بتناقش معاك في الفكره يعني ان في فئه من جمهور الاهلي طلعت في المدرج وقالت واضح وصريح ان هم معترضين على ان يجي الاهلي جبت امام ليه بص هي في الاول وفي الاخر الجمهور بيقول رايه بس هو اللي هياخد اللي قرار في الاول وفي الاخر هو الاداره هلو. واحنا بندعم مش اداره كابتن محمود الخطيب بس بس احنا عاده كجمهور الاهلي طول حياته أنا مع قرار الإدارة 99% تمام يعني نوادر قوي لما بنعترض قرارات إدارة أه فلا ما يعني خلاص ماشي الجمهور قال رأيه الإدارة شافت إن ده مش في مصلحة النادي دلوقتي العكس مصلحة إن اللعيب وأعتقد بمرور الوقت يعني الإدارة أثبتت كلها أثبتت إنها صح 100% ده أكيد فنيا أكيد 100% حدش يقدر يـ ف... يختلف على حاجه زي يعني كده يعني في كل النواحي في كل الجوانب فعلا بقى لعيب سنه صغير كل حاجه يعني انت في, <applause> في النهاية بقى في النهايه لا يعني الاداره طلعت صح م. الموضوع نادي مبادئ انا الحمد لله يعني امام لعيب كبير جدا 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 م. بس انا استغنيت عن ناس كانت اتقل من امام بكتير قوي ده اكيد وما فرقش معايا مش يعني انا مش مش هعارض حسام حسن وابراهيم حسن وابراهيم سعيد وحسام الحضري واجي احسن مبادئ في امام مثال حزبه مختلفه لكن مم. في حد عايز ياخدك بره الملعب زي ما بقول لك من اول الحلقه هو مش هينافسك في الملعب فيقعد يدور على اي نكش بره اصل لبقى... المبادئ اصل انا بتاع 10 سنين عمر بنشرح لهم مبادئ الاهلي يقول لك مفيش حاجه اسمها مبادئ الاهلي فجاه كلهم بقوا بيدافعوا على وادي الاهلي لا, لا يا سبحان, اللي هو. اللي هو سبحان الله يعني الناس دي بقت بتدافع عن صالح سليم لك ازاي؟ اكتر واحد بيشتم في حياته اه لا عاملين يعني اغنيه بيشتموه ازاي ازاي كابتن يعني طب والكابتن صالح سليم اللي هو اللي هي امام غناها سبحان الله هم بقوا بيدافعوا عنها دلوقتي لا، عن جدا ولا وبعيدا عن الكابتن باسيل المالطي اللي الحبه برضه ماشي بترند كده ان الكابتن حسن حمدي زعلان كابتن حسن عبد العزيز ما بيخشش الاهلي لحد ما كيف مره قاعد في التمرين مع الكابتن محمود الخطيب عادي جدا وهو قطم الحوار ده طيب انا هقول لك حاجه بمناسبه النقطه اللي انت بتقولها وقصه ان الاداره طلعت صح الحاجات برضه اللي الناس ما بتقولهاش ان الكابتن صالح سليم الله يرحمه طلع في مره قال لك ان الاهلي لا يضر من المدرجات مفيد. انت طبيعي كجمهور تقول رايك بس قرارك او رايك مش ملزم للاداره والا ما كانش مجلس اداره يعني لو في قرارات زي كده نطلع نطرحها في الاعلام ونشوف الجمهور هيقول ايه في المدرج وننفذها. <applause> وخلي بالك يعني برضه عشان نبقى بنتكلم هو في حاجات بتبقى واضحه يعني ماشي اه مدير فني مش كويس فالجمهور زم عليه م. طبيعي الموضوع واضح ما هو مثلا انت مدير فني الجمهور زم عليك يبقى اكيد نتائجك وحشه هتوصل لنفس النتيجه في دايرة مغلقه ما سهله ما فيهاش لكن م. ماشي اه بقى قرار اداري لعيب جه لعيب هيمشي مش عارف لا في حاجات بتبقى الاداره احنا المشكله كان ان احنا دلوقتي الناس كلها عندها كواليس كل حاجه في طبعا كله كل قاعد جوه كل حاجه اه عاجل قولا واحدا <applause> صعب قوي بس زي ما بقول لك في الاخر الناس اعترضت م. الاداره شافت القرار الصح وعملته في الاخر كل الناس ايد قرار الاداره واللي كان معترض على امام دلوقتي اكتر واحد بيكتف لامام ده حقيقي هو في الاخر دلوقتي كله متفق ان الاداره كانت صح ربنا يشفي امام طبعا ويرجعه من الاصابه بتاعه الكتف دي سخيفه شويه شو. يعني ان شاء الله الحمد لله الجراحه بتاعته كانت سليمه وتمام و... ونك على سمع اخبار كويسه كمان ان شاء الله يعني الموضوع مش هيطول زي ما احنا كنا فاكرين والله يا ريت ان شاء الله يرجع في اقرب وقت لانه فعلا حدش يقدر ينكر ان امام من اهم اثنين ثلاث لعيبه في الاهلي مش عايز اجزم ان هو اهم لعيب <applause> بس هو فعلا من اهم اللعيبه اللي موجوده في الملعب ربنا يرجعه بالسلامه والحته بتاعه الجمهور دي عشان دايما هم بياخدوها في حته ايه ان انت قدامك حل من الاثنين انت اما هتقول لي ان انت كنت معترض فعشان انت مالكش راي ملكش لازمه الاداره خبطت دماغها في الحيطه يا اما انت انت دلوقتي انت مالكش راي لان انت بتغير كلامك انت قلت الاول ان انا مش عايزه وبعدين دلوقتي انت بتدعمه وزي ما انت بتقول من شويه ان بعد فتره خلاص طبيعي جمهور الاهلي بقى بيدعمه بس هو الطبيعي ان انا دافع عن اللعيب بتاعي يعني انا كده كده هدعم اي حد بيلبس في ده هي دي بقى انا ما بنتصرش لوجهه نظري بس كده هي هي في الاول في الاخر انا مش هطلع اقول انا صح دي بقى حته من الحتت المهمه جدا في عاليه جمهور الاهلي انا مش مهم معايا وجهه نظري انا يا سيدي كنت شايف فرضا يعني ان امام لا انا واحد من الناس انا قلت لك من الاول ان انا كنت معترض على امام وما كملتش معاك الكلام انا كنت معترض على امام خوفا من عقليته وانا قلت الكلام ده صراحه قلت بعيدا عن الحته اللي الناس كلها بتتكلم فيها لان انا مقتنع ان الراجل اعتذر والدنيا خلصت فبالنسبه لي خلاص لو زي ما كده بلغتنا عيل وغلط وطلع وقال لك وانا اسف واتغير فعلا وبقى محترم وهو محسوب في عز الزمالك مش لعيب فضل طول عمره مثلا بيشتمك وبيقل ادبه وبتاعه لما قال له الاهلي عايزك فابتدى يطلع يقول لك ايه ده ايه ده انا الاهلي عايزني طب انا اسف لا هو من قبلها فعلا هو ابتدى يتغير زي ما انت قلت بس انا كنت خايف من امام في حته واحده ان عقليته ما تخليهوش قد النادي الاهلي بقى كنت لك على حاجه مهمه قوي بم... بمناسبه نفس الموضوع ان انت بتقول ايه الفكره ان انا جمهور ماليش راي او حد يقول لك انت بتغير اهوائك هو انا مش بغير اهوائي انا مش بتخانق مع ادارتي انا قدرتي خدت القرار انا مش عاجبني قلت رايي الاداره خدته هشوف بقى القرار انا مش هبتدي خناقه من قبل ما ما اخش في الموضوع امام جي امام جي بقى وجاي وبيعمل مشاكل وامام والشخصيه ما اتغيرتش وكده و... لا يبقى الجمهور كان معاه حق ابتدى يزوم على الاداره شخصيا وانتوا خدتوا قرار غلط م. لكن انا مش هبدا النتيجه بان انتوا بالظبط كده انتوا جبتوا امام غصب عني طب ما نشوف امام الاول هيعمل ايه؟ الرهان بتاع مين فينا اللي هيكسب وفي الاخر الاداره رهانها هي اللي كسب والموضوع خلص ومصلحه النادي الاول بس كده وفي الاخر تاني اقول لك نفس الكلمه انا اكيد, أكيد هدافع عن اللعيب الاولي انا مش هسلم جمهور. مش هسلم له يعني. ما كانش الجمهور برضه هيسكت م. يعني انا برضه احنا بنثق في الاداره وكل حاجه بس احنا اه زي ما كانت اترفعت يافطه زمان احنا اخر الموسم مم. انا ماشي حاجه هكملها لحد الاخر اشوف نتيجه وساعتها بقى هقيمك يا يعني هقول تمام يا هقولك انت كنت غلط ونبتدي لكن الجمهور ما كانش عايز والاداره جابته فيلا نتخانق لا واحنا الصفر. احنا مش بالظبط احنا مش بنتخانق احنا هي النقطه احنا الاول احنا الاثنين بندور على مصلحه النادي برافو <applause> <applause> عليك في الاخر احنا الاثنين الهدف بتاعنا مصلحه النادي <applause> ومصلحه النادي اللي هي النقطه اللي انا كنت بقولها لك دلوقتي انا مش هسلم لك اللعيب بتاعي مش هسيب لك <applause> لعيب جه لبس تيشيرت الاهلي انت تحاول تتنطط انك تحاول تبطله هو اولا انا عاجبني جدا بما اني كنت بتكلم ان انا خايف من عقليه امام فانا عجبني جدا جدا في امام ربنا يبارك له يعني يكمل زي ما هو أحسن. ان الانتقاد والشتيمه اللي فيه والكلام ده كله هو مش هقول لك بقى بيسمع من ودنه ويطلع من التانية بس مش انا ولا هنا انا برد عليكم في الملعب ودي حاجه مهمه جدا في بروفايل او في مواصفات لعيب الاهلي وفي نفس الوقت لما تيجي تتكلم ان انا مش هسلم لك اللعيب بتاعي ان انا مش هقعد اتفرج واشوفك وانت بتحاول تخلي اللعيب عندي يبطل كوره زي ما انا بطلت لك لعيبه زي ما انا خليت لك مستر اسيست من المدافع الهداف اللي انت مطلعه السما ان انت مش عايزه وهو بيشاور لك مش عارف ازاي وبيرجع لك انا اسف وانتوا عندكم الحاجات دي عادي تشاور تتف في عادي الحاجات دي كلها بسيطه وبتعدي أنا بقى لك انا هناك عادي انا هناك هناك عادي انت هناك لكن لما طلعت ما غلطتش فيهم عشان عيب طيب الحته بتاعه جمهور الاهلي وتغيير الراي دي الناس بتلعب فيها في حته كده مع ان انا ممكن اجيب لك 30 موقف مشابه والناس ما بتتكلمش عليه لانه ما عندوش حجه يتكلم واحد من اشهر النجوم في الاهلي فلافيو هل حد النهارده يختلف على ان فلافيو واحد من احسن المهاجمين اللي دخلوا في تاريخ الاهلي؟ لا طيب هل حد برضه ينكر ان في وقت من جمهور الاهلي 90 يا سيدي في المية من جمهور الاهلي كان بيقول لك فلافيو يمشي طب <تصفيق> <تصفيق> طب انا النهارده ال النغمه مودست مودست اغلب جمهور الاهلي عايزه يمشي هل لو مودست ده اتالق وبقى لعيب تقيل هل جمهور الاهلي يطلع يقول لك يمشي وهل لو جمهور الاهلي قال لك لا يقعد يبقى انا كده بغير رايي يا جماعه دي كوره كوره مفاسه هيك هي كده الكوره دي كوره فصباح الفل انا بتفرج على اللعيب انا ببقى شايف وجهه نظر بس انا ما بنتصرش لوجهه نظري انا بحط مصلحه الاهلي قبل رايي بحط مصلحه الاهلي قبل وجهه نظري اه بقول وجهه نظري كبني ادم انا ماليش مصلحه، انا مصلحتي بالضبط. الأهل انا في الاول وفي الاخر انا مصلحتي ان انا عايز الاهلي ياخد بطوله وعايز الاهلي يكسب فاهم؟ فاحنا احنا في الناحيتين مش هنختلف، مش هوصل لنقطه صدام قبل ما اشوف نتيجه. بالظبط بس هي دي دي فكرتي، فانا بغير رايي او ما بغيرش، انا انا واحد من الناس اللي انا كنت من الاول ماشي متفق مع فكره ان امام يجي كان اه عندي مشكله في الموقف في الس... اللي فات بس زي ما احنا اتكلمنا هو في حد معين مش عايزه تحصل فهيضلع لك, لك كلاكحه اضرب لك دي في مقتل بقى هجيبها أه لك بقى من اخرها ده هي جامده اضرب لك دي في مقتل هضحك عليك يا صفقه جامده صفقه جامده لو جدا. لو العكس حصل انا هبقى مقهور ده حقيقي مش هكذب ده حقيقي <applause> فانا عارف قدر الموضوع هناك عامل ازاي احنا مقدرين يا جماعه انتوا زعلانين ازاي بعدين كهرباء في امام مم. فانت الموضوع في عمر كمال بس يعني ايه على خفيف كده على خفيف جدا. فالموضوع اه يعني هو بيحاول يطلع اي حاجه يبوظ لك بيها ان انت خدت احسن نجم عندي طيب قبل ما نقفل قصه امام بقى هضرب لك حته في مقتل فعلا في قصه ان هو زملكاوي دي انتوا دلوقتي يا جماعه قدامكم سيناريو من اتنين يا تقنعونا ان امام زملكاوي فعلا زي ما انتوا بتقولوا وان امام بيحب الزمالك وبيعشق الزمالك وهو كداب وكابتن ميدو هو اللي صح وهو لما رجع من ميتلاند كان هيموت ويرجع الزمالك وكان بيمشي يدهن على وشه الخطين الحمر وكل الكلام ده وتخيل ان اللعيب اللي انت بتوصفه ده اللي هو كان كب الثالثه يمين اللي سيبك من انه بيغني بيشتم الاهلي ده حافظ اغاني الزمالك وبيبوس التيشيرت وكل اللي انتو بتحكوه ده اول ما اتحط في موقف ان اهلي ولا زمالك قال اهلي <applause> فده السيناريو الاول واول ماتش لعبه قدام الزمالك احتفل <applause> <سمعة وخبصينية> احتفالات <applause> 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 احتفل 57 <سمعة> احتفال قانونيه <applause> بقول احتفل 57 احتفال جول قلع التيشيرت وجري وعمل كده وعمل كده <applause> وداس على الارض عمل كل حاجه نفسه فيها فده السيناريو الاولاني عايزين تقنعونا ان هو ده اللعيب الزملكاوي يا سيدي ماشي انا موافق ان امام زملكاوي بيلعب عندي بالشكل ده وبالحرقه دي على تيشيرت الاهلي لدرجه ان هو بيكسبني الكاس قصاد يا اما السيناريو التاني ان انتوا تبقوا صراحه شويه مع نفسكوا وفكوكوا من فيلم ان امام زملكاوي ده لان محدش بيتكلم ان امام اصلا مش ناشئين زمالك هو كان بيلعب في المحله والحرس وقبل ما يروح الاهلي كان ب... قبل ما يروح الزمالك <applause> كان, كان رايح الاهلي وكان بيتفاوض مع الاهلي والاهلي اللي رجع في كلامه وقال احنا ناخد محمد فخري بدل امام عاشور <applause> بعيدا عن وجهه النظر الفنيه ساعتها وان هي دلوقتي اثبتت ان امام احسن من فخري مع كامل احترامي لمحمد فخري يعني بس اكيد امام احسن بكتير بس امام في وقت من الاوقات قبل ما يلعب في الزمالك كان عنده استعداد عادي جدا يجي الاهلي فانت لبست بقى انت الحته واتبسطت <applause> وقلت لي ده ابن الزمالك وبتاع دي الحته اللي تاكل معاكم يا جماعه دي الحته اللي تاكل معاكم ان انا لما ابقى لعيب في الملعب ما اعملش حاجه وما بلعبش في الملعب انزل لعب لي 45 دقيقه وخلي بالك كمان لو إن فتره امام كانت جايه بعد فتره ساسي فكان ساسي مشي ف... قال ده اللي بيعوض ساسي وطارق حامد ويقول عندنا محسور. امام عاشور فخار امام عاشور فالموضوع فجي علينا فجاه مش عارفين مين دلوقتي لهم خايفين يعتبوا اللعيب ولا حاجه لاحسن يمكن كانت صفقه كتير الصفقه قويه قويه <بقى> قويه <تصفق> صفقه توجع أوه. فعلا بمعنى الكلمه فنيا ونفسيا بنقول لك والله مش ومش طريقة فعلا صفقه توجع سواء نفسيا فنيا اي حاجه احسب زمن عشان كده انا براعي ان هم مش عارفين يتقبلوها او يعدوا الموضوع لحد النهارده ويفضلوا شبطانين في الحته بتاعت ان هو زملكاوي وان انتوا جمهور بيغرق بيه ومش عارف ايه والكلام بتاع بسيل الموت اللي هم بيحبوا يكرهوا زملكاوي لا انزعل حد الملعب بيثبت